اشتقنا لك سيدنا. اتسمت ذكرياتي مع المطران بولس يازجي المغيب قصرا بالذكريات الجميلة والقوية، وتعاونت معه في تحقيق حلم له ألا وهو تدريس الطلاب اللغة اليونانية بعدما راهن على ذلك الكثيرون. عبارات ملؤها الفرح والأسى في آن معا، نطق بها أستاذ الفلسفة واللاهوت في البلماند وأثينا سابقا الأستاذ حبيب لواند، الذي تربطه بالمطران بولس علاقات طيبة، وتتلمذ في عهده العديد من المطارنة والأساقفة ومن بينهم البطريرك يوحنا العاشر. الأستاذ حبيب لواند يروي لتلالومير من أثينا أبرز الأحاديث التي دارت بينه وبين المطران المختطف بولس قبل يومين من اختطافه قائلا: حاولت كثيرا مع بعض الأصدقاء أن نقنعه بأن لا يسافر إلى سوريا، وأن يقضي عيد الفصح في أنطاكيا التابعة له، ولكنه لسوء الحظ ألح على الذهاب على السفر إلى حلب. وأضاف الأستاذ حبيب: تفاجأت بعد يومين برسالة وردتني على الهاتف من المطران بولس يازجي ومن رقمه الشخصي. وبكل أسف في اليوم التالي تلقيت منه رسالة كتابية على الهاتف يذكر لي فيها أنه خطف من قبل القاعدة وهم متوجهون إلى تركيا، ويضيف الأستاذ حبيب: بعدما تلقيت الرسالة أجريت اتصالا بالبطريرك يوحنا العاشر والبطريركية المسكونية وبوزارة الخارجية اليونانية، ولازلنا لغاية اليوم نفتش ونبحث عن المطران بولس، وأمل أن يكون المطران بولس معافا، مناشدا كل من هم في موقع القرار أن يبذلوا جهدهم من أجل إطلاق سراح المطرنين بولس ويوحنا.